سورة الشورى آية 23. سورة الشورى آية 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ذلك الذي يبشر الله، يبشر الراء فخمة إلا عند ورش، يبشر تبقى رقيق. أما المكي وأبو عمرو والأخوان اللي هو حمزة والكسائي يقولوا إيه؟ ذلك الذي يبشر الله عباده، يبشر، يبقى عندنا يبشر يبشر والمعنى واحد، وهو الإخبار بما يفرح القلب ويدخل السرور على النفس، هذا هو البشارة. أما ما يحزن القلب ويدخل الخوف على النفس ده يسموه النذارة. يبقى البشارة بالخير والنذارة بالشر. ذلك الذي يبشر الله عباده، ذلك تعود على إيه؟ على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، يبقى ذلك تعود على هذا. الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، آمنوا فيها ثلاثة البدل عند ورش، يعني فيها إيه؟ حركتين والتوسط أربعة والمد ستة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وورش إراها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا، أجرا إلا، أجرا إلا المودة في القربى. أما ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه بصلة ميم الجمع قل لا أسألكم عليه أجر، عليه أجر ابن كثير بس يصل هاء الضمير، عليه يشبع الكسرة كأنها إياء. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ده يسموه استثناء منقطع. يعني إيه منقطع؟ يعني المودة في القربى ليست من جنس الأجر، يعني ليش أمر خارج عن الأجر، لأن النبي لا يسأل أجرا أصلا كسائر الأنبياء. كل الأنبياء يقولوا قل لا أسألكم عليه أجرا، مش كده برضو؟ يبقى النبي لا يطلب أن تكون المودة في القربة هي أجر رسالته، لا. يبقى الاستثناء هنا ده اسمه إيه؟ استثناء منقطع، يعني ليس من جنس الأجر، ليس من جنس المستثنى منه، فهمت؟ كأنها بمعنى إيه؟ لكن. تبقى لما تبقى استثناء منقطع تبقى إلا بمعنى لكن، كأنه بيقول إيه؟ قل لا أسألكم عليه أجرا لكن المودة في القربة تنفعكم أنتم. فهمت بقى إزاي؟ كأن المودة في القربة تنفع الذي يود القرابة، ولا تقعد على النبي بأجر. إن أردت أن تنتفع فعليك أن تود قرابة النبي حبا فيه وقياما بحقه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يبقى القربى اللي هم مين؟ اللي هم آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل اللي هو سيدتنا فاطمة وما ولدت، وسيدنا علي.
وقيل يضاف إليهم المحرم عليهم الصدقة والزكاة، زي إيه؟ زي آل عبد المطلب وآل هاشم، كل دول يحرم عليهم أن يأخذوا الزكاة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يبقى إلا دي استثناء منقطع ليس من جنس الأجر، ودي نقطة مهمة، حتى لا تظن أن النبي يطلب أجر، فليست من جنس الأجر. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. يقترف يعني يفعلها بجوارحه، تملي الاقتراف تكون بالجوارح، يبقى الحسنات التي يفعلها الإنسان بجوارحه كمعاونة الفقير وكالصلاة وكالسعي في قضاء حوائج المسلمين والجهاد في سبيل الله، كل دي أشياء يفعلها الإنسان بجوارحه، فيبقى الاقتراف يكون تملي بالجوارح. ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا، يبقى ربنا يزيد له في حسنها، يعني في ثوابها. إن الله غفور شكور. غفور معناه يغفر الذنوب، وشكور يعني يثيب على الطاعة، يبقى شكور يثيب على الطاعة، وغفور يتجاوز عن السيئة. يبقى المغفرة تقتضي التجاوز عن السيئات، وشكور تقتضي الإثابة على الطاعات سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. سبحانه. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. نعم. أم يقولون افترى على الله كذبا، كما قال بعض الكفار أن القرآن من عند النبي ثم ادعى أنه من عند الله. أم يقولون افترى على الله كذبا، وفي الراء فيها إمالة عند من يميل. أم يقولون افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. يبقى ده إله ضعيف بقى، لما يجي واحد يفتري عليك كذب ويسيبه ينصره ويرفع شأنه، كان ينسفه، كان يقتله يميته. فهمت بقى إزاي؟ مش هيفتري على الله وبعدين ربنا يرفع شأنه. علشان كده بيقول فإن يشأ الله يختم على قلبك، إن كنت مفتري كان ختم على قلبك، وكان بيّن كذبك للناس وفضحك. فهمت ازاي؟ فرفعة النبي وانتصاره على أعدائه دليل صدقه وبلاغه عن ربه. فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي إن افتريت عليه كذب. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته سبحانه. يمحو الله الباطل اللي هو كل ما خالف الإسلام اعتقادا وعملا، ده اسمه الباطل. كل ما خالف الإسلام اعتقادا وعمل نسميه باطل، نسميه كفر. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، أي بنبيه وبالقرآن والسنة. إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي، والقراءة الثانية وهو الذي بتسكين الهاء، قراءة قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، يقول إيه؟ وهو. أما باقي القراء وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. حفص والأصحاب يقولوا تفعلون، باقي القراء بيقولوا بالياء، شعبة وباقي القراء يقولوا إيه؟ ويعلم ما يفعلون.
وهو سبحانه الذي يقبل التوبة عن عباده، والتائب هو الذي يعود إلى الله نادما عن فعل ما لا يليق، ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. والسيئات هي إيه؟ هي الصغائر، المحرمات من الصغائر. ويعفو عن السيئات، عشان كده احنا نقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللي هي الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا اللي هي الصغائر. يبقى السيئة هي الصغيرة والذنب هو الكبيرة. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يبقى يقبل التوبة أي من الكبائر، ويعفو عن السيئات أي من الصغائر، يكفرها ويتجاوز عنها بالوضوء والصلاة والاستغفار والجمعة للجمعة والعمرة للعمرة، كل دي كفارات، ورمضان لرمضان، كل دي كفارات لإيه؟ للسيئات. أما الكبائر اللي هي الذنوب فتحتاج لتوبة. يبقى هنا في الآية شاملة إيه؟ نوعي المعاصي، وهي الكبائر وإيه؟ والصغائر. الكبائر قال يقبل التوبة عن عبادي، هذا متعلق بالكبائر. ويعفو عن السيئات يعني يكفر السيئات، هذا متعلق بإيه؟ بالصغائر. ويعلم ما تفعلون أي من إيه؟ من حسنات أو سيئات. واللي يقول تفعلون بالتأمين الكوفيون ما عدا شعبة، يعني حفص وحمزة والكسائي وخلف، هم اللي يقولوا كده. الكوفيون ما عدا شعبة يقولوا تفعلون، أما شعبة من الكوفيون مع باقي القراء يقولوا يفعلون. فضل يا سيدي. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يستجيب أي لدعوة النبي وأوامر ربهم، يعني يطيع وينقاد. يبقى يستجيب يعني يطيع وينقاد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هيبقى فيها ثلاثة البدل عند ورش، يقراها آمنوا حركتين أو يقراها آمنوا أربع حركات اسمها التوسط، أو يقراها بالمد ست حركات آمنوا، يسموه مد البدل. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والقراءة الثانية ويزيدهم من فضله بصلة ميم الجمع، ويزيدهم من فضله، قراءة ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه. والكافرون لهم عذاب شديد، في المقابل الكافرون الراء تبقى رقيقة عند ورش بس وفخمة عند الباقي، والكافرون دي ورش راجل، أما الباقي الكافرون بالتفخيم، لهم عذاب شديد. وهذا حال المقابل للمؤمن، الكافر هو الذي يقابل المؤمن، فإذا ذكر حال المؤمن ذكر بعده حال الكافر. والكافرون لهم عذاب شديد، لهم ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه بصلة ميم الجمع، لهم عذاب شديد. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على
مشقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.